الحرب تعود إلى بداياتها، قصف كثيف لطيران التحالف في صنعاء وعمران الواقع إلى الشمال منها، فيما وصف بأنه رد عنيف على استمرار الإنقلابيين في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه العمق السعودي. طيران التحالف وفقا لخارطة الأهداف المعلنة عبر وسائل إعلام الإنقلابيين يبدو أنه استهدف مواقع مفترضة للصواريخ الباليستية، خصوصا وأن قصفا كهذا يأتي بعد اعتراض التحالف صاروخا باليستيا فوق مدينة الطائف السعودية. وطال قصف التحالف معسكر خشم البكرة ومقر الأمن القومي بصرف والقاعدة الجوية ومنطقة عصر ومدرسة الحرس الجمهوري ومجمع 22 مايو القريب من سلاح الصيانة، بالإضافة إلى غارة استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان مسقط رأس المخلوع صالح. ووفقا للأنباء الواردة من صنعاء، لا يزال طيران التحالف يحلق بكثافة فوق العاصمة صنعاء، مؤذنا بمرحلة من الاستهداف المكثف في ظل التصعيد اللافت للإنقلابيين باستخدام سلاح الصواريخ الذي بلغ أبعد مدى له، وفقا لتأكيدات من البنتاغون الأمريكي بشأن الصاروخ الذي سقط في ينبع على البحر الأحمر إلى الغرب من المدينة المنورة. تصعيد يعزوه التحالف إلى استمرار تهريب الصواريخ عبر ميناء الحديدة. ففي أحدث بيان له، أوضح التحالف أن قوات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخا فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف على بعد 69 كيلومترا من مكة المكرمة، لكن دون وقوع أضرار. وأكد البيان أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع. التحالف اتهم المجتمع الدولي بالعجز عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي قال إنها تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر، وجدد في الوقت نفسه تأييده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية لمسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذا الميناء.